السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة صحف الحياة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا. سعيد جدا بتعليقاتكم واهتمامكم بالقناة، وإن شاء الله أكون على حسن ظنكم وأقدر أرد على كل المتابعين. النهاردة هنتكلم عن حاجة بعيدة خالص عن التحقيقات اللي إحنا بنعملها من أرض الواقع. النهاردة هنتكلم عن معتز مطر. معتز مطر امبارح اتخرس خالص. الرئيس هو اللي بيحكم دلوقتي تركيا، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اخرس معتز مطر. وباين جدا السيناريو اللي كانوا الاخوان بيعملوه واللي كان معتز مطر بينفذه، المخطط اللي كان بينفذ على مصر اللي قعد حوالي 7 سنين يقوم بتنفيذه عشان خاطر يهدد استقرار البلد. وكان معتقد ان القناه بتاعته هو وغيره زي الشروق الشرق وزي الكاملين، كان معتقد ان القنوات ديت هي اللي هتقلب الراي العام في مصر وهي اللي هتعمل فوضى في مصر، لكن المواطن المصري كان عاقل جدا وكان عارف ايه الحقيقه وايه الضرر. امبارح خرج معتز مطر عشان يعلن لنا عن توقف ايه اللي بيتم بثه من تركيا عن طريق قناه الشرق. قال كلام كتير معتز امبارح عن اسباب وقف البرنامج بتاعه يعني، واختصرها في جمله من 7 كلمات. الجمله بتقول كي ارفع الحرج عن تركيا بسبب تعرضها للابتزاز. الجمله دي محتاجه شرح كبير جدا، هنشرحه مع بعض والخص لكم في نقاط معينه. بس ما تنساش وانت متابعني دلوقتي تشترك في القناه وتعمل لايك، ولو شير يبقى جزاك الله خير. قلنا الجملة هي كي ارفع الحرج عن تركيا بسبب تعرضها للابتزاز. احنا اول حاجة ان هو شايف ان اللي بيقدمه ده بيمثل حرج لتركيا. طيب هي تركيا بلده ولا هو منين؟ هو من مصر. طيب لما المخابرات التركية اصدرت له امر لان هو مجرد عروسة كده من النت بيشغلوها يعني. لما المخابرات التركية أصدرت له أمر امبارح إنه يتوقف عن الهجوم على مصر، أو من فترة بقاله فترة كده أمرته إن هو يتوقف عن الهجوم على مصر، لقيناه سمع الكلام وكلكم شفتوا الكلام ده والصوت قطع تماما وكان خايف على تركيا. تركيا لما بتكون عايزة تتكلم بتتكلم بألسنة الناس اللي زي معتز ده اللي هم خدامين عندهم. وبيبانوا جدا ان هم خايفين على تركيا. تركيا بتبقى عايزاهم يتكلموا بيتكلموا، ولما بتبقى عايزاهم يخلصوا بيحطوا جزم في بقهم عادي جدا وما بيتكلموش وما بيشتغلوش. اذا فهو شغال عندهم. طيب بلده اللي كان دايما بينتقدها وكان بينتقد الاعلام بتاعها، طب انا لما ابقى في بلدي وبتكلم وبدافع عن بلدي، ازاي انت اللي قاعد في بلد تانية بتنتقدني وانا بدافع عن بلدي؟ اشمعنى انت خفت على تركيا وبطلت تتكلم عشان ده ضد مصالح تركيا؟ هو انت اولى تبقى مع مين؟ مع بلدك ولا تبقى مع تركيا؟ كان بيعمل اشاعات دايما وكان بينشرها هو وبرنامج على قناة مكملين اللي بيذيعه محمد ناصر، اللي طبعا لحم كتافه من غير القنوات ديت، رغم ان هو اتولد في مصر وكان وعاش واشتغل في مصر وظهر في مصر. المفروض الانتماء يبقى لمين؟ ايا كان انا المفروض انتمائي يبقى لبلدي بس. النقطه اللي بعد كده كان دايما بيتكلم عن الحريه والديمقراطيه. طب ازاي انت بتتكلم عن الحريه والديمقراطيه وازاي طلعت مره واحده وقلت انا لازم اسكت وخايف على تركيا والكلام ده كله؟ اشمعنى تركيا لما امرتك ان انت تسكت عن الكلام اللي هو ضد الحريه والديمقراطيه انت سكت يا معتز؟ اذا كده انت كنت عامل شغال زي التلفزيون اللي هما معاهم ريموت كنترول. الريموت كان في ايد المخابرات التركيه تشغلك وقت ما هم عايزين وكانت توقفك وقت ما هم عايزين، وكنت بتشتغل ضد الاعلام المصري اللي هو بيشتغل لصالح الوطن اللي هي مصر.
طيب بعد كده كان دايما بيتكلم عن القيادات المصريه وعن الطلبات كتير جدا منهم بوقف القنوات، وكنت بتقول ده بعيد جدا عن طموحاتكم وبعيد جدا عنكم ومش هيتم غلق القنوات. طيب ما انت امبارح البرنامج بتاعك اتوافق وعلمت انتهائه تماما. موضوع انكم مؤثرين ده اكذوبه انتوا اخترعتوها. معتصم مطر فعلا اخترع اكذوبه ان هم مؤثرين، وخصوصا ان كان بقى لهم 7 سنين في المنابر بتاعتهم بيتكلموا عن مصر وعن الفساد وعن 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 وما بينزلوش لارض الواقع، مش شايفين اللي بيتم رصده. المفروض انت تبقى راي وراي الاخر، مش كله فساد مش كله غلط. ليه يعني انت كان ايه وضع اذا فعلا زي ما احنا بنقول كنت تدار من تركيا؟ في النهايه غلق البرنامج اللي كان بيبث ويذاع من قناه تركيه من اسطنبول ده طبعا بفضل الله وبفضل دولتنا مصر ان هي قويه وان هي فرضت شروطها على اردوغان، يعني المصريين اجبروا الاتراك على تنفيذ مطالبهم. وده بقى العنوان بتاعنا، السيسي يحكم اسطنبول ومعتز مطر يخلص. والسلام عليكم ورحمه الله.